حضر ناجي مسلم خا سلامو فادي مانيش مع بسادر بسادر وضبت الحاجة كله جاهز اسرع خليه يحطوها في العربية بامي كونيك هنا بقى بيموتوا في ام كلثوم يعني هتسمع ام كلثوم هنا اكتر مما تسمعها في مصر انا اسف يا ناجي بيه بس اسمح لي هو الولد حط لك ايه في العربيه انا شايف الموقف مريب لا ده شويه جمبري وصايا كده كل القلق ده عشان شويه جمبري في حاجات ممنوعه في اسرائيل ممنوعه منعا باتا زي الجمبري والكابوريا والقراميط اي حاجه تطلع من البحر ملهاش قشر اللي هي الفلوس بتاعت السمك تبقى محرمة حسب الشريعة اليهودية طب حضرتك جبته ازاي؟ الفلوس تمشي أي حاجة إيه تاني ممنوع في إسرائيل أنا إيه؟ القمار اللي بيتقفش بيلعب قمار تبقى جناية قمار؟ حاجة غريبة أوي ده كل نوادي القمار في العالم أصحابها يهود اليهود بيلعبوا مع العالم كله إنما ما يلعبوش مع بعض الغاوي في يوم بيروح طابة يلعب هناك أي بيروح الشرم في مراكب هناك خارج الحدود الإسرائيلية بيلعبوا فيها ده مطعم وكوفي شوب كليوباترا كليوباترا؟ صاحبه اسمه إلي مزراحي يهودي مصري ابوه مدفون في اسكندريه بس راجل مسخره تعال تعال مستر ناجي إلي ازيك يا إلي اخبارك ايه تمام تمام جمال بيه المستشار الاعلامي في السفاره عندنا لسه جاي دلوقتي طازه اهلا وسهلا جمال بيه اهلا وسهلا اصل لسه ما خدش على الجو إلي مزراحي ده اسكندراني 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 كان ساكن هو وعيلته في المكس دي صوره عيلته لما كانوا هناك وامه مدفونه هناك في المكس انا كنت بحب مصر كتير أنا عشت في اسكندرية أيام حلوة أكتر من 50 سنة أنا كنت بحبه سيما أنا كنت بحبه ستيفان روستي نجيب الريحاني إسماعيل ياسين كان أيام جميلة إيه مستر ناجي مستر ناجي تعرف إن كان في ممثل يهودي كوميدي كتير أهو اللي في الصورة ده كان بيمثل مع توجو مزراحي اسمه شالوم عارفه كان دمه تقيل مستر ناجي هو اسماعيل ياسين مش عملتوا افلام جديده ليه هو شغال مسلسلات دلوقتي انا احبه وهو يقول مونولوج انا حروخ لا ما تروخش عاوز اروخ ما تروخش فين الفول فين الطعميه فين الفجل فين الكرات لو كان ده شرط البهويه يحيى العدس 10 مرات صدقني مش ينفع ده يخالف الشريعه ويحط الانا في مشكله ما انت عارف يا راجل ما تقولش كده عيب الله الراجل ده ضيفي وانا عازمه على الغدا ما تصغرنيش بقى قدامه الاسكندرانيه ما عملوش كده يا مزراحي انا مستعد اقدم لك اي حاجه انا يعزم انت وصاحبك كمان على الغدا بس مش يخالف شريعه اسمع مولانا الراجل ده اول يوم له في تل اديب معقول هاكله اكل من بتاعكم دول شويه جمبري ما فيهاش حاجه يعني هتشوهم ونخلص يلا أكل كوشير يهودي يحرم أكل جمبري ما أنت عارف يبقى أكسر الطبق بعد ما ناكل وأنا هحاسبك عليه
عيب بقى. اوكي اوكي مستر ناجي، بس تاكلوا بسرعة علشان أنا مش يتحط في مشاكل. يلا يا مسرحي، كان زماننا كلنا. يلا. حاضر. أنا بدور على الجمبري مش لاقي، أوعى أكون كلته وأنت بتشويه. أنا ماليش دعوة، أنا ما كنتش يعرف هو طلب رز حط فيه الجمبري من غير أنا ما يشوفه. لو سمحت. هو أحرايا. لا ما هفهم حضرتك، أصل أنا كنت طالب سمكة بوري كبيرة، فالسمكة البوري كانت واكلة جمبري، فلقيت فيها الجمبري ده. الراجل معذور هيعمل إيه؟ يعني هيمنع السمك من أكل الجمبري؟ مش ممكن يعني، وبعدين ده راجل متدين. أنيجي فرحز هرتي أطخا هربيب عامين في زوته هبعمها أحرنا شأني مدبر إنخا ببعم هبقى إن قطني جتخا تسعادين لو تعنين ما عسيتي تخاك